السلام عليكم مشاهدينا، طيب الله أوقاتكم بكل خير. إليكم الموجز الإخباري الخاص بمؤسسة الشهداء. وفد من مديرية شهداء النجف الأشرف برئاسة مديرها طالب الجعفري يشارك في تشييع رفاة الشهيدين علي ومحمد عبد الله الكفاشي اللذين استشهدا خلال حكم النظام البعثي المقبور. وشارك الجوق الموسيقي لقيادة شرطة النجف الأشرف في التشييع، كما حضره العديد من الشخصيات في المحافظة. هذا وتحرص المؤسسة على العثور على رفاة الشهداء الذين دفنوا في المقابر الجماعية. بإشراف مدير مديرية شهداء شمال البصرة عباس الحجاج، تم توزيع جزء من المنحة العقارية وبدل الوحدة السكنية على 48 مستفيدا من ذوي الشهداء. الحجاج أكد أن هنالك وجبات أخرى سيتم توزيعها في الأيام القليلة القادمة. من جانبهم قدم ذوي الشهداء الشكر الجزيل للمؤسسة لما تبذله من خدمة ورعاية لهم. مدير شهداء ذي قار مهند الشحتور يبحث مع عضو مجلس النواب للدورة السابقة زينب الخزرجي أهم الجوانب المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء، وعلى رأسها تعديل قانون ضحايا الإرهاب وشمول أغلب تلك العوائل بالمنحة العقارية. وأكد الشحتور أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على العقبات وتعزيز دور أعضاء مجلس النواب في دعم قانون ذوي الشهداء والجرحى. مؤسسة الشهداء قسم التخطيط يقيم دورة تدريبية بعنوان مفاهيم الالتزام والولاء التنظيمي. الدورة التي حضرها عدد من الموظفين ارتكزت على أهم المحاور التي تسهم في زيادة الحماس الوظيفي لدى الموظفين ومدى ولائهم في العمل للوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة وتطوير العمل فيها. وفي خبرنا الأخير، بهدف زيادة تكثيف التواصل بين المؤسسة وعوائل الشهداء، الشعبة الاجتماعية في مديرية شهداء البصرة تجري زيارة إلى عائلات الشهيد أحمد قاسم محمد علي. تم الاطلاع على أحوالهم الصحية والاجتماعية وتدوين احتياجاتهم في سجل المتابعة الاجتماعي. من جانبهم ثمن ذوي الشهيد موقف المؤسسة بمتابعة أحوالهم والاطلاع عليها لوضع الحلول المناسبة لهم. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.